ولم يثن عزماك عجز الثقى وصار شعارك ربي رضا. السلام عليكم، معكم كابتن فهد المار ومعنا الكابتن محمد راح يساعدنا. اهلا وسهلا فيك، حياك الله يا كابتن حبيبنا. طبعا في هذا الفيديو بدنا نعطيكم لكمه شوي ممكن الاغلب يستغرب شكلها، بس لكن الجيل القديم ممكن بيعرف ايش هي. طبعا القبضه بهاي الشكل راح اشرح لكم عنها. طبعا اكيد ممكن مرت مع اكيد حد يقربها، استاذ خبطك، مدرس خبطك، حد بيتضايق منك شكله صار معك. اكيد حصلت معي من مدرس لغه عربيه. ايوه والله يا ابن عمل كده، بس انا حسيت ان انا راسي كلها صداع. اكيد ايوه، احنا صغار يعني كنا نسويها وكذا، ما شاء الله صبا كان اكبر من صبا يعني 3 4 اضعاف 5 اضعاف. هي السر هون اللي هي طريقه المسكه، مش قوه الاصبع لحاله. إيه؟ سر المسكه. إيه؟ وشغله ثانيه احنا حنعطيكم اول شيء سر المسكه، وشغله ثانيه اللي هي المناطق اللي ممكن ينفعني اضرب عليها. تمام، المناطق اللي يعني المناطق اللي تاثر تاثير جامد، تاثير قوي جدا. لانه الاغلب ممكن يقول لك لا الاصبع الواحد هذا ممكن ينكسر، لكن احنا المسكه نفسها حتى بس نورجيكم شوف كيف. واحد تمام، القبضه الطبيعيه بتعرفوا اكيد اللي هي اللكمه بهذا الشكل، سحبت هون واحد وهون سكرت. تمام، اصبعي هذا بسكر بهذا الشكل، هاي في القبضه العاديه صح، اللكمه. الان انا دفعت بس هذا الاصبع للاعلى وسكرت ودعمت هون، شوف كيف يعني ضغطت مع بعض ودعمته. الان هاي اللكمه شوف لو ضربتها ما بتنثني. تمام، ما بتنثني. الان وين ممكن انا اقدر استخدمها لو صارت مثلا معي مشكله؟ شوف اللكمه هاي ممكن اضغط فيها ضغط، ممكن اضرب فيها ضرب. يعني شوف اول مكان ممكن اقدر اضرب فيه هون، هاي شوف هاي بتجيب القاضي على السريع ضرب بضله نازل في الارض. اكيد طبعا. بس ما تعملهاش. لا ما راح اجربها. أيوه. بس هيك لذعه بسيطه. أيوه. بس عشان يشوفوا لذعه بسيطه وبعد كده اضرب فين انا لو طيب لو بس هيك ضغطت ضغطه بسيطه، شوف واحد هوب حلو يا كابتن. تمام، يعني انت دوبك لمست يعني مش ما لسه هيك ولا جوا. ما لو ضغطت بقى كنت عاوز. تمام، لو ضربت واحد حيضل نايم مكانه. اي والله انت بتقول فيها صحيح، كلام مظبوط. كلام مظبوط، بس تعدوش تعدوش علي. طيب هاي اول مكان حكينا الاذن تحت هون، مش راح اضغط، ضغط عصب. بضغط على العصب وبضغط على في شرايين بتودي للدماغ، شريان بتودي للدماغ. فهي اول مكان واحد ضربنا هون. المنطقه الثانيه اللي هي المؤذيه والمؤلمه جدا، شوف نشرح على بولو هذا. لا على الجهه الثانيه، خلينا بعيد بولو. بعيد بولو. من هون شوف، شفت الصدر من هون بالوسط فوق، شوف هون لو ضغطت بس هيك سوري. ايوه ماما بقولك ضغطش. طيب بس خفيف. إيه؟ واحد شوف اللكمه، واحد لو ضربتها هون شوف دفعه بسيطه بدي اجيبها، شوف كيف واحد اكيد تحس الكتف. ان النص ده كله اتخدع. تمام، هاي بس مجرد ضغطه بسيطه بتكون، لو هيك تلاقي ايدك بدت تخدر كيف لو كانت لكمه. تمام، اذا هاي اول منطقه عندنا، هاي اقوى واحده بينهم، هاي الثانيه. الثالثه مجرد ما لمست فيها او ضربته فيها حينقطع نفسه الى اخره. تمام، طيب حنعطي الحركه. لا وده هتقربها عليه عشان تقطع نفسه. لازم. لا بس مش راح اقطع نفس، انه الفكره بس انه عشان لو صار كيف يعني اخلص الخصم منه، يعني كيف ارجع له نفسه يرجع طبيعي. الان لكمه من هون واحد، شوف هاي الصدر الحجاب الحجز، طبعا هذا الفراغ اللي تحت هون، شوف هون هاي نهاية القفص الصدري من هون، هذا رأس البطن يسموه في القتال. لو ضغط عليه شوف بس ضغطة بسيطة. هاي تقل واحد شوي 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 ما راح أضغط. واحد لو ضربت من هون بقوة ضربتها تقل مباشرة الخصم بنزل تحت، بنزل تحت من الألم. تمام، إذا انقطع نفسه حتى لو كانت لك معدية أو لك من هون ضربت بقوة خصم راح ينزل، راح اشرح لكم ايش لو نزل ايش ممكن انا لو بدي اساعده الى اخره. تمام، بس عشان تعرفوا الشغله، اللكمه الاغلب بفكر انه شد الايد وبوف اضرب، لا هي ارتخاء وشد. يعني لو بدي اسوي يا سلام عليك، هاي هون واحد ثم واحد ثم واحد هوب، في النهايه انا شديتها. تمام، هاي اللكمه القويه. طيب لو واحد مثلا ضربته اغمى عليه مثلا، لا ما اغمى عليه، هو هاي ما راح يغمى عليه، بس لكن بنقطع نفسه تلاقي. ايوه ما عاد يقدر ياخذ نفسه. أيوة. يعمل تعمل ايه؟ تمام، نام على ظهرك كابتن. نمت على ظهرك. الان على سبيل المثال انا ضربته يا كابتن، حاجه هون فتحت رجلي مثلا، طبعا في حال مثلا صارت معي مسكت المنطقه هاي نفسها، المنطقه اللي من هون من الحجاب الحاجز، شوف واحد مسكته بديت ارفع فيه مد رجليك كامل، مد رجليك مد رجليك. تمام، واحد ببدا من هون فوق، من هون بس امددها، امدد المنطقه واسحب. تمام، لان العضله هاي بتكون زي اللي تشنجت فبصير ياثر على النفس عنده، فبسحب بس من فوق هون 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 بسحب بثبت فوق شوي.
ما قدرت تجيب حزام حطه هون واسحب لفوق، حتسحبه بهذا الشكل، ثبت شوي حيرجع نفسه طبيعي. رجع نفسه طبيعي هاي بيكون انت خلصته من المشكله اللي سببت له اياها اول. ما تجربش الحركات دي على اي حد، اذا للضروره برضو هنعيد ونقول للضروره القصوى استخدم الحركات دي، استخدمهاش في الشارع ولا على اي حد، لان الحركات دي صعبه. يا عيني عليك، هاي هي انه ما تستخدم ولا تستعرض بالحركات، انت بس مجرد ممكن بس تتمرن عليه تمرين خفيف بحيث انك تستوعب الحركه وتاديها بشكل سريع، بس هاي هي، ولا تستخدمها الا للضروره او تنقذ حياه غيرك. وبتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيه واللايك والشير واللايك تبعت الكابتن والشير، وبنشوفكم ان شاء الله فيديو ثاني. الله يعطيكم الف عافيه. السلام عليكم.